دانا أبو شمسية تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة على الهواء مباشرة. دانا، سأبدأ معك بهذا الخبر تحديدا. بالأمس ليلا كانت الأمور كلها تقريبا تتحدث عن انسحاب بعض الوحدات المقاتلة ضمن لواء جولاني من المعارك الدائرة في قطاع غزة. هناك من يقول إسرائيليا أن الأمر كان معدا له سلفا، بينما يقول الآخر أن هذا إقرار بأن حجم المعارك التي تدور قد لا تقوى عليها قوات النخبة في إسرائيل. بعد التحية أحمد، دعنا نقول بالفعل كان هنالك تناقض في الروايات الإسرائيلية ذاتها في وسائل الإعلام العبرية، وهنالك أي توضيح رسمي من بيانات جيش الاحتلال أو حتى المنظومة الأمنية العسكرية حول هذا الموضوع تحديدا، بل تفاجأ وفوجئ الإعلام الإسرائيلي بانسحاب قوات جولاني من قطاع غزة، وذلك بعد 60 يوم على تواجدها في القطاع، والبعض قال بأن هنالك العديد من الإصابات في صفوفها. ولكن كل التحليلات العسكرية والصحفيين الاستخباراتيين في الصحف وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية قالوا بأن الجيش الإسرائيلي قال أن انسحاب هذه المجموعة أو هذه الألوية فقط لإعادة ترتيب وتنظيم صفوف قوات الاحتلال، ومن ثم العودة إلى قطاع غزة لاستمرار عملياتها هناك. الجيش الإسرائيلي لم يوضح حقيقة سبب انسحاب هذه الفرقة جولاني نتحدث عنها، ولكن قال بأنه هنالك اجتماع في كابينيت الحرب لتقييم القوات وعمل القوات داخل قطاع غزة. لذلك نستطيع الربط بين سحب فرقة جولاني وبين هذه التصريحات وهذا الاجتماع الذي خصص لتقييم أداء الفرق والقوات المتواجدة في قطاع غزة بسبب سحب هذه الفرقة هناك. في المقابل الجيش الإسرائيلي في بيانه قال بأن هنالك 5 ألوية تعمل في قطاع غزة، وبأن هنالك فرق إنقاذ والعديد من العاملين في جميع وفي شتى القطاعات العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زالوا يتواجدون في قطاع غزة. في المقابل كان هنالك مقاطع فيديو، والقناة 13 العبرية تحدثت عن احتفالات في وسط الجنود الذين ينتمون إلى هذه الفرقة جولاني، لأنهم خرجوا وبأنهم خرجوا من قطاع غزة ليتخذوا متنفسا ولإعادة شحن الطاقات والهمم للعودة مجددا. هناك مقاطع مصورة دانا جرى تداولها لما قيل إنها لبعض المنتسبين في هذه الفرقة بعد إصدار التعليمات بمغادرة القطاع، كانوا يغنون ويترقصون فيها بعد علمهم بهذا النبأ. لا أعلم مدى دقة هذه المقاطع، وأنت تشيري إلى أن هناك حالة من الفرح لدى مقاتلي هذه الوحدة أو مقاتلي لواء جولاني. صحيح، كان هنالك مقاطع فيديو يظهر فيها رقص هذه الفرقة أو العناصر التي تنتمي إلى هذه الفرقة. كان هنالك أحد الجنود يغنون ويقومون بتأدية أغاني وسط احتفالات صورت ونشرت في مقاطع فيديو، نشرت عبر حتى الصحف العبرية. كانت الصحف العبرية ووسائل الإعلام العبرية تبرر هذه الاحتفالات بأنهم خرجوا ويحتفلون بخروجهم أحياء من قطاع غزة، وبأنهم يحتاجوا مساحة وفسحة من يعني الهدوء وفسحة من شحن الهمم مرة أخرى قبل العودة إلى قطاع غزة، وسط أنباء تفيد بأنه بالفعل سيكون هنالك إعادة هذه الفرقة إلى قطاع غزة، ولكن لا تأكيدات رسمية كما ذكرنا حتى اللحظة. كل ما تتحدث فيها الأوساط الرسمية الإسرائيلية، هيئة البث الرسمية أو الجيش الإسرائيلي بأن هنالك فقط سحب لهذه الفرقة حتى يتم إعادة ترتيب صفوفها وإعادتها إلى قطاع غزة، بالتأكيد على أن حتى وإن تم سحب هذه الفرقة حتى اللحظة يوجد هنالك ألوية مختلفة تعمل في القطاع، وبأنه لا انسحاب لقوات الاحتلال من قطاع غزة سواء في شماله أو حتى في جنوبه، ولربما هذه من أكثر المعضلات التي تقف حاجزا وعائقا أمام تنفيذ صفقة التبادل وسط الأوساط الإسرائيلية التي تقول بأن حركة حماس تصر على وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية. لذلك لم تلجأ إسرائيل في هذا الوقت تحديدا حسب التحليلات إلى سحب هذه القوات حتى لا تعطي انتصارا جديدا إلى حركة حماس على حد تعبير. لكن هذه النقطة دانا وقضية الانسحاب، ما إذا كانت إعادة تموضع معدة سلفا أم هي إقرار بأن هناك معوقات ومشاكل بالجملة، تدخل ضمن إطار الحديث عن أن أداء قوات الاحتلال الإسرائيلي كان أقل من المأمول، أن حجم ما تمتعت به المقاومة الفلسطينية كان أكبر بكثير مما كان متوقعا، وقائد الكتيبة إحدى كتائب لواء جولاني المقدم تومير عندما استهدف هو وعدد من أفراد كتيبته كان أيضا حدثا ضخما وكبيرا. ما الذي يقال الآن في هذه اللحظات بشأن ما أداه الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال في هذه المعارك؟
نتحدث عن أبرز الصحفيين الاستخباراتيين في صحيفة دعوت أحرنوت الذي تحدث عن هذا الفشل الذي ذكرته، والحديث أن هنالك بالفعل فشل في المنظومة الأمنية العسكرية وتحديدا في التوغلات البرية. قال أن مع دخولنا الشهر الثالث لهذه الحرب لا حديث عن اغتيالات لقادة حركة حماس أو القضاء على الإرهاب على حد تعبيره، وهو من أهم الأهداف التي وضعتها المنظومة السياسية والإسرائيلية. وتحدث أن حتى اللحظة كل الأنفاق أو الحفر التي يذكرها الجيش الإسرائيلي بأنه عثر عليها إما تكون خارجة عن الخدمة أو لا تصلهم بأي محتجزين، وبأن كل عمليات محاولة تحرير المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية باءت في الفشل، بل وأدت إلى مقتل 3 من المحتجزين فيما وصفها في جريمة الشجاعية. لذلك هنالك إقرار فعلي بهذا الفشل الاستخباراتي. أضف إلى ذلك ما تحدثت عنه الصحف الأمريكية بأن هنالك إحباط أمريكي من أداء الجيش الإسرائيلي الذي توقعت أمريكا وإدارة واشنطن بأن يكون هنالك أداء فعال أكثر أو توغل أكثر أو وصول إلى مناطق أكثر عمقا في قطاع غزة بسبب طول المدة الزمنية. وكان هنالك أيضا في المقابل رد إسرائيلي من مصدر إسرائيلي رفيع المستوى الحديث بأنه يعني يشعر أيضا بالإحباط نتيجة إحباط الأمريكيين من أداء الجيش الإسرائيلي، ويقول أنه بالفعل هنالك إنجازات على أرض الواقع على الرغم من تفنيد هذه الروايات الإسرائيلية إذا ما قرناها في التصريحات الصادرة عن كتائب القسام أو فصائل المقاومة الفلسطينية التي أكدت أيضا مقتل 3 من المحتجزين الجدد لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ولربما هذا ما أثار حفيظة الشارع والجمهور الإسرائيلي مجددا باستمرار هذه التظاهرات ورفض أي عمليات توغلات برية أو استمرار لهذا الحد، بل أصبح لسان حالهم يطالبون في ضرورة وقف هذه الحرب وضرورة الانصياع إلى الجهود سواء المصرية القطرية أو حتى الدبلوماسية في إعلان صفقة تبادل شرطي. لذلك المتظاهرون ما زالوا يتواجدون أمام مقر وزارة الأمن الدفاع الإسرائيلية في كرياف تل أبيب، ولم ينهضوا ولم يذهبوا إلى مكان دون أن يتم الإعلان عن صفقة تبادل شاملة على حد تعبيرها. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة، كنت معنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.